الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. كريم رعاش بيلوت دو مونغولفيير وجينا جوستمون هوني في تونس pour faire l'événement تاع خيروين que j'espère très très festif et très encourageant ان شاء الله on va faire quelque chose de très très bien à Kerouan. فرحان القروين وعصيب بشكل العصيد هذا ان شاء الله ان شاء الله obligé العصيد bien sûr tout à fait ان شاء الله sommes bien sûr très content de venir et d'autres pilotes de également de paramoteurs vont nous rejoindre en fin de journée donc justement pour couvrir cet événement. انت فسرنا هكا شويه للساده المستمعين ومشاهدين راديو الحياه فهم المنطاد نحن نروح حاجه سهله لكن هي بارامو حاجه صعبه ياسر سي على فوا فاسيل اي على فوا كومبليكي ça exige aussi il y a une expérience au niveau pilotage bien sûr ce n'est pas un avion donc là on a même chez nous au rih nous sommes dépendants du vent nous sommes donc c'est le vent là où nous emporte le vent معناها يلزمك تعرف الهواء والقياسات فما برشا حاجات يلزم الواحد قداش تقعدوا هكا خلينا ناخذوا هكا سؤال قداش تقعدوا باش تولي تنجم تسوق المنطاد هكا؟ سي سون دي زاني ديكسبيريونس اكسبيريونس كوم ان بيلوت ان تي بو كوم ان بيلوت دافيون بون يعني ليكسبيريونس اكي بيان انتوندو افيك ليكسبيريونس و لو بروفيسيوناليزم دو سارتان بيلوت اوسي دي زانسيان بيلوت و اون اكير سيت اكسبيريونس و ان شاء الله نو زالون فير ان بون ايفينمون. توا اللي باش يجيو للقروان باش يحضروا المولد واهالي القيروان والزوار الكل مرحبا بكم في المولد النبوي الشريف القيروان، اش تحب تقول لهم اش تحب تشرهم باش يجيو للقروان باش يحضروا المولد؟ كي فيان سورتو نو انكوراجي وانكوراجي لا فيل دو كيرمون سورتو على خاطر هذاك سي تري تري امبورتون. Ou qui viennent surtout avec plaisir et en famille, surtout en famille. Cet événement est surtout un événement familial, bien sûr. Et on sera vraiment très, très, très heureux de les accueillir. بالكلمة اللي قلتها نشوف يدي توا والله العظيم شوف راهو عاد ثم حاجة سبيسيال تدخل القروان ملي توصل للزربية ثم حاجة تبدل ما فهمناهاش سر هكا بشيء أنا نسمى ولد قروان بنتي ماخذة واحدة من القروان دونك ولاد بنتي قروان دونك قروان بنتي فهمت دونك وكنا التوانسة الحق بالقوة التونسية أن ما ثماش ما نحسوش ثم فرق بين بلد كل بلاصة في الجمهورية عندها طبع خاص الحاجة الوحيدة باش نقولها لكم نحكي على الطيران القروان تو عندها 111 سنة أول طيارة جات القروان هذا تو في التاريخ فوق القرن اول طياره جات وربطت بين زوج بلدان خرج من سوسه وهبط واحد هذا الجامع فهمت سمع هذا سي اندري بوفي طلع دونك انا دي بورنو قروان سميها تير دافيسون دونك احنا جينا باش نمر نفيقوا العباد اللي راه القروان مش الطيران مش جديد عندهم هو من اول بلدان في تونس اللي طاروا فيها طيران دونك هذه هذه سكوب لكم انتم قبل كل شيء نحب نشكر اذاعه حياه فهم اللي مواكبتها كل هذه التظاهرات تظاهرات المهرجان الشريف في الحقيقه هي الفكره تنقط تقريبا عندها شهر اقل من شهر يعني
ثم مجازفة مجازفة وثم فولونتي اللي الفكرة هذه معناتها تكون واقع في المهرجان. على كل حال احنا خلينا المبادرة في أول جات الفكرة وحاولنا باش نلموا شمل نلموا شمل تاع أعضاء الجمعية وكذلك التعاون مع جمعيات أخرى خاصة الجمعية التونسية للطيران اللي أول ما سمعت بالفكرة وحكينا معها تشبثوا بالفكرة وقالوا لازم نعملوها هذه في الطيران لأن تظاهرة فريدة من نوعها وأول مرة ستقع في على أرض القيروان وفي سماء القيروان. هذا هي معناتها كلها في العزيمة. إذا كان وجدت العزيمة فإن كل الأعمال وكل البرامج بحول الله ربي يوفقنا وربي إن شاء الله يبكرنا في هذه الأعمال. الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.